FM. الكلمة ليك. هو بن علي راهو نحكيه على الفساد في عهد بن علي والسرقة، راهو بن علي ما سرقش من الكاسة متاع الدولة، خط الميزانية متاع الدولة في 2010 و9 كانت منظمة مريقلة. راهو بن علي يعني ما خرجوا حتى اخلالات في وقت عهد بن علي. اول حاجه كور دي كونت كما قلت لك ما كانش تخدم كما يلزم، لكن اودولا دو سا الميزانيه بن علي كان يفي اتونسيون سا، هو الوزراء اللي كان عنده، خاطر كان عنده وزراء كفاء. علاش يفي اتونسيون سا؟ خاطر عنده دي انستانس انترناسيونال وعنده البنك مونديال اي يل فيت لو بون ايليف كما يقولوا فوالا فهمت. لكن بن علي فين الفساد صار؟ صار مثلا فك لي تيران دي كلاسي، صار فك لي زوبيراسيون دو بريفاتيزاسيون، صار في ديلي دي ليسي، صار في دي بريفيليج تعطاو امتيازات. هذا فاش صارت. اما بن علي بشي خذا بالكاسه نتاع الدوله وسرق فلوس هو بيدو ولا بالبيزاريه نتاع الدوله، هذا ما صارش. هذا ما صارش، وبالعكس في 2010 العجز كان في حدود 1.1% عجز الميزانيه، وقت اللي هو معناتها لو مينيموم توليرابل سي 3%، اون ايتي او دوسو دو مينيموم فهمت، ويافي دو لارجون دون لي كاس دو ليتا. بن علي وقت اللي مشى فما 5.5 مليار دينار في البنك المركزي يكومبري فلوس تيليكوم، مش نحكيو عليهم من بعد فهمت. هذا يقولوا بكل موضوعيه، ما نعرفش نحكي انا شمني فيه بن علي ومشى وارتحنا وتوا في مرحله جايه، لكن نقول الحقيقه كما هي. السياسيين يحبوا يخبيوا الامور هذه، معناها il y avait une bonne gestion du vol. لا الفول ما وقعش دون ما وقعش في الميزانيه نتاع الدوله، هذاش ما وقعش معناتها في لي لوا دو فينونس، خاطر فما اداره فما وزراء عندهم مش كلهم لكن بعض منهم، فما عنده شكون لابول كونسيونس والكفاءه، فما مراقبه فهمت. لكن الفول صار بيان سور، فما فساد في عهد بن علي كبير ياسر، حتى عاد مش بينكروا هذا، لكن ما نسخيلوش دون لو سونس معناتها بانال دو تيغ، معناتها مشى بن علي خرج في الليل مشى للخزينه نتاع الدوله وجبد منها فلوس ولا بيجي ديتا، قال لهم هذايا ما تعديوش وزاره الصحه عاديه ليانا. لا سيتي با كوم سا السرقه نتاع بن علي، سيتي اوتر شوز. هذا ايش حاب نقول لك؟ دونك يافي اون جيستيون بيدجيتير وقتها، يافي معناتها دي ريغل كي سون ابليكي فهمتي. هذاك علاش معناتها لقينا شويه فلوس باش عشنا بهم بعد الثوره، لكن وقع سوء تصرف فيهم. الكلمه ليك.